عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. يعني إذا أصيب الناس بوباء عام أو زلزال أو بركان أو هزة أرضية ومات عدد كبير من الناس فإنهم يبعثون على أعمالهم، من كان عمله ونيته طيبا بعث على هذا وما فيه من خير، ومن كان يعمل سيئا ويحمل نية سيئة يبعث على ذلك، والله تبارك وتعالى يأخذهم في وقت واحد، لكنه في الحساب يفرق بين المحسن والمسيء. أفمن كان مسلما كمن كان فاسقا لا يستوون. والحمد لله رب العالمين.